السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنىكم بألف خير. فهذا الفيديو هادي غادي نشوفوا واحد الفكره سهله بزاف بزاف وبسيطه ولكن زوينه تيقوني المحبين ديال اعاده التدوير. غادي نديروا اعاده التدوير ديال هذا الحكاك ديال الحليب الى عندكم ولا اي حكاك ديال الحديد ديال المطيشه ولا اي حاجه عندكم ممكن نعاودوا نديروا اعاده التدوير. وغادي نستغلوها هادو. غادي نحتاجوا حك ديال هكايا، وغادي نحتاجوا صباغه ديال ايبريد اكريليك كادونس، غادي نستخد بونجا، ومن بعد غادي نوريكم شنو اللي غادي نديرو. دونك غادي ناخذ الصباغه نخويها هنايا. انايا هنايا فهاد البلايص هاد الفوقانيه درت سكوتش كاروسري لانني بغيت يبقى لي هذاك الحريف باين ديال هنايا. هاد الحريف هذا بغيتو يبقى باين. وغادي نجي ونبدا جو تابوت هكايا باش غادي نصبغ هاد الحك كاملو. تقدروا ديروا الشيتا الا بغيتو، يعني بانسو، ولا ديروا الرولو اللي راكم ساهل في الخدمه ممكن تخدموا به. ديجا هاد الفكره كنت خدمتها مع البنات في واحد لو لايف في الفيسبوك، ولقات الاستحسان ديالهم وعجباتهم، لان لقيت بزاف ديال الناس اللي كيعجبهم اعاده التدوير. دونك غادي نبقاو مره كنديروا فكره ديال اعاده التدوير هكذايا، حقاش كيعجبني حتى انايا بصراحه. ما كنرمي والو، كنجمع اي حاجه كنجمعها عندي. دونك هكا غادي نكمل هاد الحك كاملو بالصباغه. الو ملي نشفات لينا الصباغه غنحيد انا هاد السكوتش هذا اللي كنت دايره في الفوق هنايا. الو هنايا الاضافه اللي غادي ندير، غادي ناخذ بحال هاد لي ترانسفير هادو نوريهم لكم. هادو ديجا محلولين، هادو كيجيو على هاد الشكل هكايا. كاينين دي ترانسفير اللي هما فيهم اربعه ديال لي بوز، كاين هكا فيهم وحده، كاين اللي فيهم جوج، كاين اللي فيهم هكايا يعني سطوره، كاين تاني اللي فيهم اربعه ديال لي بوز. انايا الرشمه اللي اختاريت هي هادي. دونك ملي كنبغيو نشريو لهاد لو ترانسفير هنايا فهاد الوريقه اللي كتكون معاهم كتبان لينا، كيبان لينا اللون ديال الزواقه اللي حنايا اختارينا، حيت هكايا ما كتبانش مزيان. مي نشوفو غير هاد الوريقه اللي كتكون هنا مرافقه هاد البوشيت راه فيها اللون. دونك انا بالنسبه ليا هنايا هادوما الالوان اللي انايا اختاريت هي هادي. كانوا فيها ديال اربعه ديال لي بوز ديجا كنت استعملتهم. دونك غادي نقطع هاد الزائد هذا ضروري تحيدوه ديال هاد الباندا وهادشي. دونك ما كاينلاش غادي يبقى غير يبرزكم، غادي نحيدو هكايا. وهنايا فوق من هادي كاينه واحد البلاستيكه، دونك ثاني هي كنزولها بحال هكدا ونشوف البلاصه اللي انا غادي ندير فيها هاد لو ترانسفير ونحطها هكذايا ونضغط عليها واحد شويه بيديا. ناخد هكايا شي جبانيه فيها الماء ولا اي حاجه فيها الماء، ناخد بونجا سبونتكس بحال هكا ونبدا كندوز على هاد الورقه ديال الترانسفير اللي انا حطيت بالماء. كنحط يعني ما نوركش بزاف وماشي ثاني عاود تكون يدي دايره، المهم ليجيرمون نبقى كنحكك هكا ندوز على الزواقه. شو راه ملي كتفزك بالماء كتبقى كتبان لكم الزواقه من القلب ديالها من وسط الورقه. دونك غادي نبقى تنمشي هكايا وانا كنحك. هكايا ملي نحس بها انها بدات كتزول غادي نحبس عليها الماء، غادي نجرها هكايا. فوالا طريقه سهله، يعني هاد الطريقه ديال الترانسفير راه حنا شفناها شحال من مره. وناخذ هكذا هاد المشوار ونمسح الزائد ديال الماء. الوغ بالنسبه للغلاقه، كاينين الحكاك اللي ما عندهمش الغلايق،
بحال دابا الحكاك ديال المطيشه اللي كناخذو 3 كيلو ولا، حيت كنحلوهم كيبقى لنا هذا الحك بلا غطايه. كنا غادي نستعملوه شي حاجه نخبيو فيها، لانه من الداخل ديالو راه هو يعني صحي، ممكن نستعملو فيه اللي بغينا. ممكن نمشيو عند النجار ونقول له يصاوب لينا دائره قد هنايا، ولا نصاوبوها حنايا بالكرتون، سهله ماشي شي حاجه صعيبه. باردون، اللي جاتكم تقدروا تصاوبوها عند النجار، تقدروا تصاوبوها بالكرتونه. انا احتفظت هادو حيت الحكاك ديال الحليب كان ديجا عندهم الغلاقه ديالهم، احتفظت بالغلاقه ديالهم. الاضافه اللي غادي ندير هي اشنو، خديت بحال هاد الدوائر هادو، هما اللي خديتها على قد هاد القياس ديال الغلاقه الفوقانيه. كاينين هاد الدوائر اللي هما يا كيجيو صغارين، نقدر ندير غير وحده هكايا صغيره، ولا نقدر ندير هادي. المهم كاينين هاد الشكل ديال هاد الدوائر دابا ولاو موجودين بزاف، يعني نقدروا نديروا اي حاجه. نقدر ناخذ غير بطونه بحال هكذايا ونلصقها في الوسط، وانا مهنيه يعني ناخذ اي حاجه اللي بغيت. انا عجبني ناخذ هادو، غادي ناخذ هادي وغادي ناخذ لو ديستريس، غناخذ طونجه صغيره كيف ما كانت بحال هكذا، غادي نجي نصبغ بها هاد الخشيبه ولا هاد الديكوب ديال اللازر. يعني ما كنحتاجش بزاف ديال هاد ديستريس، تقدروا نتوما ديروا صباغه اذا ما بغيتوش ديروا ديستريس، ممكن ديروا صباغه في اي لون. ممكن تخليو هاد العود هذا تخليوه ناتشورال، يعني ماشي ضروري انكم تصبغوه كيف ما بغيتو. تقدروا تصبغوه بصباغه ديال الرشاشه، تقدروا تصبغوه بدوغابان شي صباغه فيها الجليتر الا بغيتو. المهم هذه كلها اضافات وكلها تتبقى لحسب الذوق ديال كل واحد كيصاوب. دونك انا يا بركه بالنسبه ليا جاني مزيان هكذا. الو اشنو اللي غادي نجي غادي نلصقو هنايا ياك، ولكن قبل ما غادي نلصقها غادي نشبر هاد الغلاقه هادي، ناخذ كيتر عندي فيها واحد التقيبه في الوسط هنايا على كايا، ندير واحد التفليحه انا هكا. دونك انا خديت بحال هذا الشكل، هادو ها كيتباعوا موجودين، هي اللي غادي ندير هنايا غير نوسع شويه الثقبه هي الاولى بحال هكايا، غنقطع شويش من الكيتر هذاك هذه هكايا، وردوا بالكم تضربوا يديكم بحال هكا سي بون. الو قبل ما غادي نلصق عليها هادي، غناخذ ديستريس، هادي كتبقى كاضافه كل واحد يعني اللي بغى، الا ما بغاش يقدر يخليها هكا ابيض. انا عجبني ندير له هاد لو ديستريس هنايا من الفوق، تعطي منظر زوين. انا تعجبني نخدم به بزاف صراحه هاد لو ديستريس، شي حاجه واللي زوين هو انك تنقص منه، الا جاك ناصح بزاف ممكن تنقص منه. غادي ندير حتى في الجناب ديال الغلاقه ياك، انا دايره البيستولي يسخن. دونك حتى بالنسبه للحك هنايا انا عجبني ندير له شويه ديال لو ديستريس، سي اون بات ديستريس ها هي اللي كتبان لكم. دونك غادي نجي لهاد الحرف هنايا شي شويش ونمشي به ونقص الى جاني ناصح نقصو، وحتى هنايا لانني بغيت نديرو. وهنا هاد التفيلي حتى هما هي غادي نمشي به غير بشويه هنايا، يجيني هكايا المنظر ديالو باش ما يبقاش يجيني هذاك اللون صامت. المهم هذه كتبقى كلها اضافات. نقدر ناخذ حتى الفينغر واكس حتى هو ممكن نديرو، غادي نوري لكم من بعد. وغادي ناخذ هاد الغلاقه ديالتي، ممكن الا ما عنديش هذا ممكن نديرها غير هي بوحدها ونغطيها من هنايا. الا كنت غادي ندير فيها شي حاجه اللي غادي تكون قابله للاستهلاك، ممكن ناخذ غير بحال هادو ونغطي بهم
هاد الحكاك ديالي، ولكن نغطيهم من هنايا باش ما يدخل لا غبره، ما تدخل لهم حتى شي حاجه. دونك هنايا غادي ناخذ البيستولي، لاكول ابيستولي، من الاحسن ندير هنايا هكايا، نجيب ندورها بين بحال هكا، ونجيو نلصقها فوق من هذاك الغلاقه على هكايا، وناخذ هذيك القطات حتى هي غادي ندير شويه ديال لاكول غير باش نعاونها تشد. هي راها قاطه نورمالمون، مي معليش انا بغيت باش نعاونها انها تشد مزيان بحال هكا. من بعد غادي ننقيها ديال لاكول. ها هو الحكيك ديالي جا على مزويناتو، وشي حاجه رويقيه وما كاينش بحالها في السوق. من بعد غادي ننقي هاد لاكول اللي لصقات ليا هنايا. هنا كيف قلت لكم ممكن نزيد الفينجر واكس، ممكن ندير هاد الخضيضر اللي عندي هنايا، نختار اي لون من هاد اللون اللي عندي هنايا، نقدر نبقى طون سيغ طون كيف ما بغيت. انا غناخد شويه الذهبي هو اللي غادي ندير، نقدروا نديروه بيدينا كيف نقدروا نديروه بسبونجه. نحاول ندير سبونجه صغيره هي باش نخدم هكا، نقدروا نديروه غير بصبعنا ماشي ضروري اننا نديروه بالبونجا، ونجي باش يعطيني غير ديك شويه ديال اللمعه الا بغيت. هذه حتى هي كتبقى يعني مساله ثانويه، ديروها ولا ما ديروهاش. دونك انا غادي نكمل هذا الحك ديالي، غنوريكم وحدين اخرين كيف نصاوبهم. وهادو الى غادي يكونوا في الكوزينه من الاحسن نديروا ليهم الفيرني ضروري باش غادي نحافظوا عليهم باش ما تشبرش فيهم الغبره مع البخار ديال الكوزينه. يعني من الاحسن نديروا ليهم الفيرني باش نمسحوهم ولا نغسلوهم كيف ما بغينا. ها هو الحكيك ديالنا تبدل بالكل. انا غنوريكم الاخرين اللي انايا مصاوبه. هما دوك اللي صوبت مع البنات في اللايف، صوبت هادو، هذا درت له ورق الارز هنايا، جيت درت له كامل ورق الارز، ودرت فيه هنا تاني الفوق الورق الارز درت له ديستريس. هنايا انا دايره فيه القبيرطات ديال الحلوه، جيت الفوق ديال الغلاقه وخديت قبيغ ديال الحلوه وخديت بونبون ودرتو باش هذا غادي نمشي ليه نيشان. انا عارفه هاد الحك هذا راه هويا فيه القبيغطات ديال الحلوه، ما بقاش نقلب كل ساعه اشنو عندي في هاد الحك هذا. هنايا الا شفتو راه انا درت له الفيرني، نوريكم واحد اخر حتى هويا. هذا درت له قشور ديال البيض، ها هو هنايا قشور ديال البيض، درت له البابيي دو ري حتى هويا، ورق الارز هنايا الفوق، لصقت فيه البونبونه. هنايا البونبونه حيت ثقبت هذا دخلت الخيط ديالها لداخل عقدتو، دايره فيه لي بونبون حتى هو هذا الحك هذا. انا غادي نحطو في الطاجره عندي وعارفه اشنو فيه، يعني عارفه هذا الحك راه هويا فيه لي بونبون. الوغ واحد اخر فكره واحده اخرى، هذه ما كانش عندي في الغلاقه، شديتو درت فيه هذا البانسوات ديالي، قبضت هذه العوينات كلهم المجلات قصيتهم ولصقتهم. تلصقوا اي حاجه بغيتو، تقدروا ديروهم محابق ديال الغرس بحال هكايا كيف انا دايره محابق ديال الغرس. هنايا خدمت بالافي بيتون، ها هو حتى هذا خساره ماتت ليا لا بلونت اللي انا كنت دايره فيه ملي كنت مسافره ما لقيتش اللي قابلها ليا. دونك هنايا هذا مازال ما كاملش، المهم درت فيه الافي بيتون. يعني هاد الحكاك هادو راهم هي عده الاستعمالات اصلاح، ولا شما بغينا نصلحوهم ممكن نصلحوهم بدل ما يترماو هكايا، ممكن نخدمو بهم اي حاجه. دونك هذه هي الفكره ديال النهار اليوم. كيف قلت لكم ملي تكملوا من الخدمه هنايا ما محتاجينش نديروا له الفيرني، ماشي ضروري، ما بالنسبه لهادو ضروري. الا شفتوا هنايا هادو شويه شرام تيبري، وهنايا انا دايره لهم الفيرني فيرنيهم، هذا ممكن تفيرنيوهم الا كنتو غادي تستعملوهم في الكوزينه. دونك هذه هي الفكره ديال النهار اليوم. فكرتي نهار اليوم ديال اعاده التدوير ديال هاد الحكاك هادو ديال الحليب،
هي هذه. كنتمنى انها بصراحه تنال الاعجاب ديالكم. هي فكره زوينه ممتعه صراحه، انا كيعجبني الحال ملي كنصاوب شي حويجه من يديه تنفرح بها، سواء في حويجي سواء في الكوزينه ولا سواء في اي بلاصه صوبتها، كيعجبني الحال. دونك تنتمنى حتى نتوما يعجبكم الحال بحالي، وتجربوا بحال هكا الا عندكم شي حكاكات ديال الحليب، ولا الا عندكم حكاك ديال المطيشه، ولا اي نوع ديال الحكاك، راه هو كاين ليه الحل كيفاش ممكن نصوبوه، كيفاش ممكن نعاودو نخدموه ونديرو ليه اعاده التدوير. دونك انا ما بقى ليا الا نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده. امني لكم انا حفيظه الشيخ، الف تحيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.